طيب اليوم خلينا نستعرض مرة تانية السيتنجز اللي هي الإعدادات في الإيميل، وفي مزيد من الإعدادات إحنا ممكن نستفيد منها في استخدامنا للبريد الإلكتروني. لو لاحظنا إنه فيها إعدادات عامة (General) إعدادات عامة فيها مجموعة إعدادات ممكن نستفيد من بعضها، مثلا اللغة. لو أنا عاوز أغير اللغة الخاصة بالإيميل، Mail Display Language هي لغة العرض بتاعت الإيميل، نفس الإيميل يعني يصير ينعرض بلغة ثانية. هاي مثلا نختار لغة هاي العربية. طبعا هذا الإعداد لما أختاره ما بتغير إلا بعد السيف، لازم أعمل له سيف، فبنلاحظ إنه مباشرة حول لي للغة العربية. طيب نرجع تاني للإعدادات، وهي برضو إعدادات عامة، هي لغة عرض بريد الكلية للعلوم التطبيقية، هي مثلا بدي أرجعه إنجليزي وبعمل عد. بعدين حفظ التغييرات، فبنلاحظ انه مرة تانية عمل ريلودينج يعني اعادة تحميل لكل الصفحة عشان يعرض الصفحة باللغة الجديدة. طيب هيك احنا بنكون غيرنا لغة العرض بتاعت الايميل. هنا كمان في right to left editing support off اللي هي الكتابة واحنا بنكتب في الايميل. هتلاحظوا احيانا لما نكتب بالانجليزي بالعربي اوتوماتيك راح ماخده على اليمين، لما نكتب بالانجليزي اوتوماتيك بياخده على الشمال تلقائيا لحاله، هو بيحول النصوص. فهذه العملية هي عملية الرايت تو ليفت ايديتنج سبورت اون، يعني هو بيدعم عملية الكتابة من اليمين لليسار. طبعا احنا مش اللغة الوحيدة، يعني العربية مش هي اللغة الوحيدة اللي بتدعم اليمين لليسار، في لغات تانية كتير هما بده يعني يواكب او يعمل كل ما يناسب المستخدم. فهذه طبعا باي ديفولت اون، هي اصلا مفعلة بتكون من اول، اذا انت بدك تلغيها بتخليها اوف، ما يحولش يمين وشمال. ممكن انت متضايق منها او مش عاوزها فممكن تلغيها الخاصية هذه. هنا ماكسيمم بيج سايز 50 كونفرسيشن بير بيج. نرجع لورا شوي، هاي اوكي، بنلاحظ هنا ايش كاتب، من 1 ل 50 من اصل 14998. من 1 ل 50 معناتها اللي معروضين هنا الرسائل هاي المعروضه، هذه الرسائل من رقم 1 لرقم 50. لو انا اجيت على هذا السهم بيجيب لي الرسائل من 51 ل 100، يعني من الرسالة رقم 51 لحد الرسالة رقم 100. ولو بعد هيك رحنا من 101 ل 150، فهو الرسائل ال 14000 ما بيقدر يعرضهم كلهم مرة واحدة. ليش؟ لأنه حيكون إشي مهلك ومرهق كتير بالنسبة إلك، لو بدك انت تضلك تعمل سكرولينج زي هيك عبل ما توصل للرسالة اللي انت عاوزها. فعشان هيك هذا بسموه البيجينج، يعني تقسيم الصفحات، انه بقسم لك الرسائل لصفحات. فهذا الرقم 50 هو عدد الرسائل اللي اتاح لك اياها في كل صفحة. هذه شغلة خاصة بالكونتاكتس، الكونتاكس اللي هي حنبقى نوصلها مرة تانية ان شاء الله كيف بدنا نضيف كونتاكس. في هنا كمان عنا الديفولت تكست ستايل، يعني لما اجي اعمل كومبوز لرسالة واكتب النص فهذا هو الديفولت، يعني النص الافتراضي، يعني الشكل الافتراضي للنص ماخذ الخصائص هذه.
الآن إذا أنت عاوز تغيره مثلا تخليه أحمر، هيو هيك حيظهر شكله. لما تيجي تعمل كومبوز المفروض يجي يكتب لك أحمر ساعتها، بس هو بيستنى مني أعمل له سيف. يعني هذا شكل النص الافتراضي، إنه أنا أول ما أنشئ رسالة الخط كيف شكله يكون. هاي مثلا حجم الخط أكبر، هايو بالشكل هذا. هات نخزن هذه، نعمل سيف ونكتب. بنلاحظ إنه شكل النص أجا بستايل جديد، اختلف الستايل. هذا ديفولت، عاد صار هيك، صار ديفولت، ومعناتها إنه كل ما أنشئ رسالة حيجي شكل النص على الوضعية هذه. طيب نرجع للإعدادات تاني. هاي هذا النص لو بدنا نرجعه لأصله مثلا، هاي نورمال وهاي النص أسود وهاي سيف. طيب في هان إعداد، ربما إنه هذا الإعداد كثير من الناس بيحبوا يستخدموه، اللي هو طريقة عرض المحادثة. الآن هي معمولة أوف، يعني غير مفعلة. لو فعلناها حنلاحظ إنه الرسائل اللي إلها نفس العنوان، يعني مثلا هذه الرسالة أنا عندي عنوانها next meeting، مكتوب بين قوسين 4، معناتها في 4 رسائل على نفس الموضوع هذا انكتبت. فأنا مثلا بكون كتبت رسالة بعتها إليك، أنت رديت علي، أنا رديت عليك تاني، واحد تاني رد. فكل الرسائل هدول اللي صاروا ردود على نفس هذه الرسالة، كويس، بيجوا في سطر واحد، مش هيجوا على شكل 4 أسطر أو 4 مسجات. يعني هذه الرسالة لو فتحتها أنا، هاي دبل هاي كليك عليها، هاي آخر رسالة كتبت فيها 20 ساعة، قبل 20 ساعة. الرسالة اللي قبلها من يومين، منذ يومين، الرسالة اللي قبلها منذ يومين، والرسالة اللي قبلها كذلك. فملاحظ كيف إنه جمع الرسائل كلهم، وبقدر أفتح كل رسالة لوحدها. وفي كمان شغلة خاصة بالإعداد هذا، هي عملية الطباعة. إنه مثلا لو جيت بدك تطبع رسالة من الرسائل هدول، وليكن مثلا الرسالة هذه، فهنا في الخيار في عنا برنت. لما أفتح برنت هلاحظ إنه طبع هذه الرسالة، في حين إنه الشكل اللي موجود هنا، يعني شكل الطابعة، أمر الطباعة اللي هنا، هذا بيعمل print all، فهذا حيطبع كل الرسائل المحادثات اللي صارت في نفس العنوان هنا. يعني أنا بعثت الرسالة، واحد تاني رد علي، واحد تالت رد، وهكذا. فهي هاي كل الرسائل، احنا بنلاحظ ان الرسائل اللي صارت في نفس الموضوع هذا كلها موجودة هنا. لكن لو رحت لغيت الاعداد هذا، بدي ارجع للسيتنجز للاعدادات، وبدي اجي للكونفرزيشن فيو اللي هو عرض المحادثة، واخليه غير فعال، وهينا بدي احفظ الاعدادات، وبدي ارجع تاني على الانبوكس. بنلاحظ انه الرسالة اللي اسمها next meeting هذه، هيها اجت هان، الرسالة اللي قبلها هيها، واللي قبلها واللي قبلها، هاي الاربع رسائل زي ما احنا شايفين كلهم موجودين، لكن اجوا شو مفرقين، ما جوش مع بعض، ما جمعهم. اذا الاعداد اللي احنا شفناه هذا بجمع كل الرسائل اللي في نفس الموضوع. طبعا احنا بنلاحظ انه اي رسالة بصير عليها رد بتلاقي قبلها كلمة RE او كلمة رد ونقطتين. اي رسالة عنوانها بيكون قبله RE معناته هذا رد على رسالة مرسلة،
يعني انا لو ارسلت لك رساله مثلا، هيني بدي انا ارسل لنفسي رساله، هاي مثلا بدي اسميها تيست، هاي هذه تيست، وبدي اعمل سند. هاي الرساله اللي وصلتني، يعني لو فتحت الرساله هذه وعملت ريبلاي، وهي بدي اسميها تيست 1 وهي سند، ورجعت على صندوق الوارد، لاحظ انه هنا عنوان الرساله في الرد اجى، يعني هاي الرساله الاولى وهي الرد. لما رديت على الرساله عنوانها اجى شو؟ ار اي. اذا ار اي لما تيجي قبل العنوان معناته هذه رد على رساله كان عنوانها تيست، هيك كان عنوانها. على نفس الشكل هذه لو كان انا نفس الرساله هذه بدي اعمل لها فورورد، يعني اعاده توجيه، يعني مثلا هاي الرساله بدل ما اعمل لها ريبلاي رد، بدي اعمل لها فورورد. فالفورورد مثلا لنفس الشيء، انا طبعا ببعث لنفسي عشان سرعه التجريب بس عشان نشوف، انما انا ممكن ابعث لحدا ثاني ونفس الشيء يعني نفس النتيجه حتظهر عنده. هاي عملت سند، هذه فورورد، هاي شايفين الفرق؟ انه انا لما عملت ريبلاي كتب ار اي قبلها، هذا رد على الرساله بكون، انما الفورورد اجى اف دبليو دي، هذا اعاده توجيه للرساله. طيب لو رجعنا للاعدادات مره ثانيه، هنلاحظ هنا في عندنا الديسكتوب نوتيفيكيشنز، وهذه طبعا بتاخد صلاحيتها من المتصفح، يعني انت لما تفتح المتصفح وتفتح الايميل اول مرة هتلاقي الايميل بيطلب منك ياخد صلاحية النوتيفيكيشنز بتاعت المتصفح. هلقيته هو الاعداد اللي هان بيقول لك هل بدك لما يوصل لك رسالة يجي لك نوتيفيكيشن يعني اشعار على الديسكتوب؟ هتنجرب نحط لنيو ميل نوتيفيكيشنز اون، وهي بدي اعمل سيف، هيحفظ لنا التغييرات، وبدنا نجرب نعمل نيو، هي بدي ابعت رساله لنفسي برضو مره ثانيه للتجريب. بامكانك برضو تبعت لنفس الشيء، يعني ابعت لعنوانك، وهي تيست، هي خليها تيست 1، هاي سند. عشان يوصل لك النوتيفيكيشن الاصل انك تكون معطي الصلاحيه على البراوزر، ممكن ياخذ وقت شوي، هو يعني ممكن يتاخر. في الاعدادات عندنا كمان إمكانية إضافة صورة، يعني إذا أنت عاوز هاي everyone will see when you email them، يعني لما تبعت رسالة لأي حدا حيصير يشوف صورتك اللي أنت بدك تختارها من هذا المكان. في هنا برضو شغلة مهمة اللي هي signature التوقيع. الآن في مثلا في البزنس في الشغل، لو أنت بتشتغل في شركة وبتبعت ايميلات، فيفترض انك انت لما تبعت رسائل للناس بالضبط يكون في تحت توقيع يبين ان انت والله موظف علاقات عامة او مدير حساب العملاء، اسمك والبوزيشن تاعك في الشركة، وبدك تحط برضو الكونتاكت ديتيلز بتاعتك، يعني تفاصيل الوصول اليك من جوال من سكايب من اي اشياء خاصة بالوصول اليك. الان هذه القصة بتكون مرهقة لو انت كل رسالة بدك تعملها بدك تكتب الاشياء هذه بعد الرسالة، يعني مثلا تكتب تحية مثلا وبعدين ندعوكم مثلا الاجتماع، وبتكتب تفاصيل الاجتماع، في النهاية بتكتب اسمك وبتكتب
انت مين بتكون من الشركة، كويس، وبعدين تكتب ايميلك، جوالك، سكايبك، مكانك في الشركة، الغرفة ايش اسمها ورقمها. هلأ العناوين هذه او البيانات هذه كلها في كل رسالة بدك تصير تدخلهم. فعشان هيك هو عمل لنا السيجنتشر هذا، انه احنا نكتب فيه شيء لما نيجي نعمل رسالة جديدة يطلع السيجنتشر جاهز التوقيع. هاتوا نجرب. هاي مثلا بدنا نكتب سيجنتشر، هاي مثلا طيب الآن افترض انه والله انا كتبت العناوين هذه بتاعتي، كويس، وبدي اسيف. هاي سيف. الآن يفترض لما تعمل كومبوز، ملاحظين ايش طلع؟ طلع التوقيع زي ما هو جاهز مباشرة مجرد ما اعمل رسالة جديدة. طيب شغلة تانية، لو انت مثلا بدك تحط اعداد بانه مثلا انت باجازة، وفي الاجازة هذه اي حدا ببعث لك ايميل، طبعا ايميلك مثلا ايميل رسمي، ايميل شركة بتشتغل فيه، الان الناس لما الزبائن تبعث لك رسالة وما ترد عليهم لانك باجازة فحينزعجوا. مشان هيك في الايميل خيار انه يعمل اوتو ريبلاي، هو يرد تلقائيا لحاله الايميل. اي حد ببعث له رساله الايميل بيتصرف عنك، بروح برد عليه. هذا اللي هو بسموه الاوت اوف اوفيس اوتو ريبلاي، اللي هو الرد التلقائي لما تكون انت باجازه او خارج المكتب. فانا لما بدي اعمله اون، هيو تعمله اون، ومثلا الاوتو ريبلاي بدي اياه يبدا يوم معين، مثلا يوم 29 سبتمبر، على اساس انه انا والله يوم 29 سبتمبر بتبدا اجازتي. الان الاوتو ريبلاي شو بدك تحط فيه بيانات؟ مثلا اذا انت عاوز تحط فيه بيانات، مثلا ممكن تكتب خارج المكتب شكرا لمراسلتي، مثلا انا خارج المكتب مثلا في اجازة لمدة 3 ايام، مثلا ساتواصل معكم عند العودة. هذه الرسالة اوتوماتيك بتصير توصل للزبون. وهي سيف. الان لاحظ انا ايش كتب لي، لان انا حطيت التاريخ تاريخ امبارح 26. فالان يفترض اي حدا ببعث لي ايميل هنا يوصل له رد. خلينا نجرب نبعث ايميل. طيب خلينا نشوف اخر شغله في الايميل اللي هي حنشوفها اليوم، الفوروردينج اللي هي اعاده التوجيه. نفترض انه انا عندي مثلا حسابين، حساب مثلا للشركة وحساب شخصي، وما في امكانية عندي ان انا اضل افتح التنين عشان اشوف الرسائل على الاثنين. فشو بعمل؟ بروح بخلي واحد من التنين اي رسالة توصله يحملها ويعمل اعادة توجيه على التاني. هذه القصة تحتاج ان نفتح على إعادة التوجيه هنا على خيار إعادة التوجيه، بس لازم اضيف forwarding address يعني عنوان لإعادة التوجيه.
خليتك جوجل لازم تتأكد ان العنوان هذا هو ملكك. يعني افترض انت ضفت عنوان لحد ثاني، كل الرسائل اللي تصير توصلك تروح عليك. هيك اول اشي بصير مزعج له، وممكن جدا يكون هذا يعني يعتبر يعني شيء من طرق تدمير الايميل. انا بدي اصير ايميلات كثير توصله بطريقة اللي هو الفوروردينج. فعشان هيك لازم يتأكد هو انه العنوان اللي بدك تضيفه إلك. فشو عمل؟ لما تيجي تضيف عنوان هان وتكتبه عنوان بريد تاني إلك، بيبعت رسالة على العنوان هذا، بكون حاطط فيها رابط للفيريفيكيشن للتحقق. لازم تضرب على الرابط هذا، تعمل كليك عشان تثبت له انه هذا الايميل إلك. فبالتالي اذا ما انضرب كليك على هذا الرابط، ما بضيف هذا العنوان لك كفوروردنج ادرس، كعنوان للتوجيه. هلأ بعد ما تضيفه وتعمل نيكس ببعث لك اياه. اول ما تعمل فيريفيكيشن على الايميل هناك، تفتح الرسالة على العنوان الثاني وتتأكد منها، وتضرب على تعمل كليك على الـ على الـ على هذا الرابط، مباشرة حتلاقيه نضف وين؟ هان، هي زي هذا العنوان أنا عندي ضفته هان في هذا المكان. هلقيتها ممكن أنا أعمل forward a copy of incoming mail، يعني أي رسالة بتوصل على هذا الانبوكس هيعمل إعادة توجيه إلها. and و هل بدك تحتفظ فيها في هذا الانبوكس، ولا بدك تعمل لها mark as read، ولا delete، ولا archive؟ يعني هاي في اربع خيارات ممكن يعمل فيهم الرسالة. هلقيت الرسالة وصلت مثلا لهذا الانبوكس اللي هو md.madhoon@ucast.org.bs، واجت الرسالة هان، بده يعمل اعادة توجيه لنسخة منها على هذا العنوان. نسخة منها هيروح يوديها للعنوان الجديد اللي انا اديته اياه. طيب الرسالة اللي قعدت هان في الانبوكس هذا ممكن انا احذفها، خلص ما بدي اياها. يعني هو يحملها ويبعث منها نسخة للعنوان الثاني وهانا يحذفها مثلا. طب ممكن تعمل القصة هذه انت على اساس انه بتكاش الانبوكس هذا يتعبى كتير، يعني ممكن انت تتركه سنوات وهو يعمل فوروردينج، فهذا يوصل لمرحلة 15 جيجا بتاعت جوجل يتعبوا 100%. فعشان ما توصلش للمرحلة هذه انت بتصير تعمل بتقول له ديليت اي رساله بتوصل هان، هانا يعملها ايش؟ ديليت. وممكن يعمل لها ارشفه، وممكن يعمل لها مارك از ريد، يعني يعلمها كايش؟ كمقروء، على اساس يميزها عن الغير مقروء. الاعدادات هذه اللي هنا كلها خاصة بعملية ربط الايميل ببرامج زي برنامج الاوتلوك بتاع مايكروسوفت. وطبعا بعد ما نضيف هذا الايميل، لو رجعنا للفلاتر اللي اشتغلنا عليهم المرة اللي فاتت لما جربنا نعمل اللي هو فلتر جديد، ولاحظنا انه في عنا هانا forward it، يعني الرسالة اللي أنا بدي فلترها كنا في forward it لعنوان آخر، فالعنوان الآخر ما كانش موجود، هيو الآن صار موجود بعد ما ضفناه وتحققنا منه العنوان الآخر. يعني الفلتر هذا أي رسالة أكبر من 15 ميجا ممكن أنا إيش أعمل؟ أحذفها وأروح أعملها forward لهذا الإيميل. مثلا اذا بدي والله هذا الايميل محدود، فاي رسالة اكبر من 15 ميجا بدي اروح ابعتها للعنوان الثاني تاعي واحذفها من هان عشان ما تشكل عبء على هذا الايميل.